صباح الخير لكم مشاهدينا، من ما كنتوا عم تتابعونا وشو ما كنتوا عم تعملوا. معكم عماد زين، مقدم برنامج اي ام بالعربي من قناه الصحه والجمال. يوم جديد حنكون معكم، نحن حنفوت فيه بادق التفاصيل، نحكي عن مواضيعنا، مواضيع مهمه رح نحكي فيها انا وانسه ميرنا. صباح الخير ميرنا. صباح الخير يا عماد، وصباح الخير على اهل سوريا تحديدا، وصباح الخير على مشاهدين قناه الصحه والجمال في كل مكان. في اولى حلقات برنامج اي ام بالعربي هنكون موجودين معاكم كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 9. خليني بس أوضح فقرات البرنامج. وفقرات البرنامج، أول فقرة عندنا اسمها الدراسات العلمية، يعني مش عايزة أحرقها شوية، بس هي هتكون ميكس بين مصري وبين سوري. الفقرة الثانية هتكون يا ترى الراجل ولا الست؟ طبعا الراجل يعني، مع بغض النظر عن اللي هو قاله ده. الفقرة الثالثة هنتكلم عن النصيحة، وخلينا نبتدي بأول فقرة وهي فقرة الدراسات العلمية. الدراسات العلمية عنا ياها أول دراسة موجودة عنا إحنا، بتتكلم عن الفلوس. الفلوس بتقول تجذب السعادة والحنان والحب مجرد إنك لمستها. فنحن شو يا أمير؟ والله أنا شايفة يعني أي بني آدم طبيعي بيحس بفرح لما يكون معاه فلوس. بس ليه النظرية متوقفة على موضوع الفلوس؟ هل عشان حاجات كتير غليت؟ هل عشان الدنيا اتغيرت؟ ولا هو اصلا ده من زمان يعني الناس بتحب الفلوس؟ لا هو شكلها الناس من زمان بتحب الفلوس. لا والله اصلا الفلوس يعني بتروح بتجي. غريبه، مع ان تاني دراسه يا عماد معانا بتقول ان الناس اللي مش بتفكر تتجوز بدري بتجمع فلوس كتير جدا، وبتقدر يعني تظبط نفسها وتحسن مستقبلها. يعني انا واحد من الناس اللي ما جمعت شيء ابدا، كثير عم فكر بالزواج. يبقى خلاص تتجوز بدري بقى ان شاء الله يا رب. عندك بقى الدراسة الثالثة ايه؟ الدراسة الثالثة حتتكلم عن حتكون عن حتكون عن العنوسة. العنوسة، مرضى العنوسة كان كتير صعب آخر فترة بالأوضاع، إن كان الوطن العربي كله إجمالا. فللأسف عندنا خبر سيء رح يحملوا لأهل سوريا، لأني أنا ابن سوريا طبعا. طبعا. بتقول انه سوريا تحتل المرتبه الثانيه على مستوى الوطن العربي بالعنوسه، طبعا بسبب الاوضاع الراهنه اللي حصلت بالفتره الاخيره. اهم سبب من الاسباب هو هجره الشباب من البلد لبرات البلد. وللاسف يعني كونك يا اميرنا انت بنت، فاكيد رح تحكي لنا عن العنوسه. والله انا اختلف معاك في موضوع العنوسه ده، يعني الكلمه يعني الناس طلعتها او الوطن العربي طلعها للبنت اللي هي سنها من ال 20 لل 30، بنسميها عندنا في مصر هنا اللي فاتها القطر. تمام؟ فبيطلعوا معنى العنوسه دي ان البنت خلاص يعني فاتها قطر الجواز ومش هتتجوز، فخلاص هي كده طلعوا عليها اللقب ده. لكن انا ضد الكلام ده تماما. خلينا نروح ان شاء الله تحلوا ازمتكم انتوا كده في سوريا. على فكره احنا بسوريا مضحوك علينا يا شباب، لانه هون الحياه غير ترتيب تماما. هون المهر عليهم، لا المهر عليهم اقول على الحالتين، فالبيت عليهم واللبس عليهم. هناك عندهم طبعا في سوريا ان الراجل بيتكفل بكل حاجه. طبعا احنا لانه بنحب ندلل البنت يعني مو اكثر. خدتوا بالكم من كلمه يدلل البنت دي؟ اتمنى الرجاله المصريه يعني تقعد مع الشباب السوري شويه. خلينا نروح لرابع دراسه، ورابع دراسه انا اسفه يا عماد، رابع دراسة بتقول إن الغمزات هي مفروض إنها من علامات الجمال، وطبعاً البنات والبنات اللي عندها غمزات والرجالة اللي عندها غمزات تشتهر بيها زي عماد كده، بس هي أساساً مش من علامات الجمال، هي دي تشوهات بتبقى أصلاً في الوش. على فكرة هي حركات عدوين، يعني هذا كلام عدوين وناس بتغير منك. عموماً أنا كده كده حجزة لك أصلاً عشان تروح تكشف على الموضوع ده. وفي فعلا بالفعل دلوقتي بنات بتروح تعمل عمليات عشان تعمل غمزات، بس هي يا جماعه هي تشوهات بتبقى في الوش، فنصيحه بلاش يعني، ربنا الكرم بعيب اخرك زي كده. يقول الحمد لله. هذا كله غيري، صدقوني غيري هذا الحكي. خلاص اوكي، احنا هنطلع لفاصل وهنرجع لفقرتنا الراجل ولا الست. طبعا الراجل. We'll be right back.
ورجعنا لكم بعد الفاصل في فقرة مهمة جدا بالنسبة لي، وهي فقرة الراجل ولا الست. أنا من حظ الشباب، الشباب أنا بعرف أضن طبعا. طيب، هو طبيعي كفطرة في الراجل هو هيبقى متحز مع الشباب، أنا طبعا هبقى متحزة مع الستات. بس في حاجات ظاهرة كتير في المجتمع بتاعنا، وهي سوري العيب الشباب على البنات. وبرضه في بنات برضه ما بتسلمش من الحاجات دي طبعا. إجبار يعني هو في تقريبا اكثر من شاب او اكثر او فيني اعطي مثلا انا اكثر من ست شغلات بتحكي عن الشباب كيف طريقه تعاملهم مع البنت. تمام. خلينا نفترض مثلا اول شغله اللي هي مثلا شخص صادفك بالطريق فجاه قال لك اني انا بحبك، وهذا شخص كذاب جدا وما له اي تبرير يعني. بنسميه عندنا في مصر اللي هو بيحب على نفسه ده. بيحب على نفسه. الشيء الثاني اللي هو مثلا ممكن انت عم تكوني مثلا حاطه صورتك على الفيسبوك، على الانستا، على التويتر، وين ما كنت تكوني حاططيها، فهو بيروح بفوت لعندك برايفت فبيحاكيكي وبيقول لك انا معجب فيكي وحابب نتعرف وكذا، فهو هذا الشخص كمان كذاب. كمان كذاب. الشيء الثالث اللي هو بيكون شخص اسمه الشاب الاسباني، نحن عنا بنعرفه بسوريا بس. ده جنسية ثانية يعني ولا ايه؟ لا هو شخص بيتحول من راجل عصبي لراجل حنون فجأة، ممكن بمجرد انك زعلتي بس. لا والله، عشان هو بيحبها ولا عشان هو يعني؟ لا، عشان هو انه بتعرفي نحن الشباب ما يعني مو بس بنت يعني. ما شاء الله، زي راجل مصري بالظبط. طيب، انا في طبعا تساؤلات كتير جدا البنات دايما يا عماد بتقول اتاكد ازاي ان هو بيحبني، اتاكد ازاي من صدق مشاعره. طب ده يا ترى هيجي هيتقدم لبابا ولا لا؟ طب ده يعني اي بنت بتحسبها، خاصه الجيل اللي طالع دلوقتي من البنات اللي هي عمر من 16 سنه ل 19 سنه، دايما البنات دي عايشه في حاله وهم وحب ومش عارف ايه، ودايما نسبه كبيره من الشباب طبعا بتضحك عليها. طبعا تقدر تقول لنا ايه في حاجه زي كده؟ فلا، في اكثر من شيء ممكن نحن نشوف مشاعر الشاب او نشوف مشاعر البنت يعني تجاه بعض يعني. هلا في عادات وتقاليد، طبعا لكل شخص له عادات وتقاليد معينه. في مثلا ممكن تعرفت على صبيه بالجامعه، تعرفت على صبيه بمقهى مثلا، تعرفت على صبيه وين ما كان، ممكن تكون فتره تعارفكم هي فتره صداقه بس لحتى تفهموا بعض، تشوفوا شو دنيتكم مع بعض، تستوعبوا بعض، شوف الايجابيات السلبيات اللي ممكن تكون معكم. والخطوه الثانيه اللي حتكون هي خطوه اجباريه يا ميرنا، اللي هي حتكون الاهل بس يتعرفوا على بعض، فهون بيكون الشاب صادق. انا عايز اقول لك ان في يعني الولاد دلوقتي بقت تستخدم وسيله جديده، وهي ان لو هو عشان يثبت لك ان هو بيحبك فعادي يعني، ما هو ممكن يعرفك على مامته، وممكن الاثنين يطلعوا كدابين عادي جدا على فكره. ممكن ما تكون مامته بالاساس. ممكن ما تكونش مامته فعلا. صح. احنا لازم ندير بالنا. بص، هو دلوقتي الوضع اختلف، لان كل واحد البنات والولاد بقوا يفكروا من دماغهم، ما بقاش حد يرجع لحد كبير ليه. هي الشغله بقى بترجع على الاهل وعلى حسب الضبط اللي موجود بالبيت والتربيه. طيب، انت كشاب يا عماد بتشوف مثلا البنت من منظار ايه، او انت شايفها من وجهه نظرك ايه؟ هلا من وجهه نظري طبعا الغيره موجوده. هي الغيره موجوده في اي راجل يعني، كشخص كشاب شرقي ف يامرنا حيكون صعب كثير اني مثلا اشوف حبيبتي او ام اولادي اللي حتحمل اسم اولادي مثلا شوفها عم تشتغل، او شوفها مثلا انه انا كراجل يعني كرجال مستحيل خليها تشتغل. بس في حاجه مثلا انت يعني احنا كبنات بنتفق على حاجه معينه في الراجل، اللي هي؟ يعني اللي هي مثلا الغيره مطلوبه وموجوده. طبعا. بس ليها حدود معينه. طبعا ليها حدود معينه. فاهمني؟ حنيه الراجل علينا لازم يعني، الراجل ده طبعا يعني احنا عايزين زي الشباب السوري ياخدنا مدللين. على فكره يعني انتوا بالنسبه لكم كبنات، فانتوا ما حدا يعني ولا شاب بالدنيا قدر يفهم عليكم
او نعرف شو بدكم بالاساس. يعني ده افهم ان هو ايه يعني. لا احنا مثلا بنتفق ان الراجل ده لازم يكون حنين، راجل. في نوعيه من البنات بتحب الراجل اللي هو الحمش، عندنا في مصر اللي هو الحمش، اللي هو طالع فين وفايته فين، راح فين وجايه منين والكلام ده كله. في بنات بتحب الطريقه دي، في بنات لا انت ما تفرضش رايك عليا. طب هو كمان بالنهايه ما في شاب كامل مكمل، يعني احنا خلقناكم لتتعارفوا يعني كمان حتى تكملوا بعض، يعني حتى نكمل بعضنا احنا كشباب او كبنات. مجرد انه بس ارتبطنا فنحن لازم نلاقي حلول لكل شيء. طبعا اهم شيء الثقه، الثقه اذا كانت موجوده فحتحل كثير امور موجوده. طيب انتوا عندكم في سوريا المواضيع دي بقى بتمشوها ازاي بين الولاد وبين البنات؟ يعني اكيد بيبقى في، يعني احنا حصل عندنا دلوقتي وصلنا لمرحله يا عماد ان البنات هي اللي بتدخل تكلم الولاد. طبعا هذا الشيء موجود. فده موجود عندكم في سوريا؟ هلا هو موجود، يعني كونه طلعت هي قصص جديده، الكراش والفانز اللي انا عاجبني مثلا، فيعني ممكن هي تفوت مثلا كمبادره، ممكن تسلم عليه، ممكن تطلب فيديو انه هو حاطه ستوري، فهذا الشيء اللي حيسهل الموضوع. تماما. والله احنا وصلنا لمرحله عندنا تحديدا في مصر ان البنات بقت تبتكر، يعني بصراحه يا بنات شابو، انا كبنت بصراحه بحييكم، يبتكروا ان هو الولد ده انا هعرف اجيبه واتكلم معاه. تمام. ودي انا يعني ضد حاجه زي كده يا عماد. ليه؟ لان انا من وجهه نظري بشوف الانسان هو اعجب بيكي، اعجب بطريقتك، اعجب باسلوبك، اعجب بتربيتك. تمام. فهيجي الانسان الصح هيدخل من مداخل الصح اللي هي المداخل. تمام. دي تماما. مش بصورتك، مش بشكلك طبعاً. مش بصوتك العالي. مفيش شاب في الدنيا او راجل في الدنيا يرضى على نفسه ان هو ياخد بنت بالطريقه دي. طبعا طبعا هذا الشيء يدخل الابواب، ادخل البيوت من ابوابها، ادخل البيوت من ابوابها اكيد يعني. طيب كمان في حاجه بالنسبه للرجاله، دايما بيقولوا انا سمعت عندنا في مصر اكتر، يعني القلب فيه واحده بس العين بتشوف كتير. هل ده موجود عندكم برضه في سوريا؟ هو هذا صاير مو بس بسوريا، بكل وطن عربي. نحن في عندنا شيء اسمه الرمان، عارفه الرمان؟ عارفه الرمان طبعا. الرمان بقى هو احنا قلبنا زي الرمان بقى. بتهزر؟ مليان. يساعد الحبايب الف يعني. تماما. طب دي حاجه يعني كده تقلق، يعني انتوا ايه ده؟ شيء طبيعي يعني، هو بالنهايه هي دي فطره الراجل. تماما. يعني هم كمان لو حطونا اكثر من اربعه كمان يعني كنا ظبطنا فتره العنوس هي كلها. يعني انت يعني طبعا الكلام ده متوجه لبنات سوريا يا جماعه. تمام. بنات وتحديدا بنات حمص. بنات حمص. ان يعني لو كان الشرع محل الثمانيه كان هم هيقضوا على مرحله العنوسه دي. طب ما حضرتك اتفضل يعني ارجع على فكرة سوريا. على فكره حمص هي مدينه الجمال بالنسبه لفتياتها، مو محتاجه تكون بالعنوسه ابدا. طيب هو ده مش يدعو لعدم استقرار البيت او البنت؟ طبعا لا، هو مو بس هيك، حيكون هو فترات اجتماعيه، حيكون مثلا وضع راهن صاير بالبلد يعني. فهذا الشيء حيأثر بكثير شغلات. ممكن غياب الاب مكان عمل، الام بتكون مشغوله بشيء مثلا، فهذا الشيء حيأثر كثير على الوضع العائلي. بس مع زيادة التكنولوجيا يا عماد، يعني ساعات الأب والأم بيكونوا مربين ولادهم تربية كويسة جدا، بس هي يعني التكنولوجيا بتضيع حاجات كتير. احنا للأسف عم نستخدم التكنولوجيا لأسباب غير الأسباب الموجودة، أو غير شيء غير مفيد، يعني عم نستخدمها بحاجات غير مفيدة أبدا. فهي خلقت لحتى تساعدنا بكتير قصص، فنحن للأسف عم نستغلها استغلال غير صحيح. ده كمان يعني ادى لتفكك البيوت والزواج مش بيكمل. تماما. حالات الطلاق كترت جدا. تماما صح. فيعني التكنولوجيا اخطر، يعني انا بسميه سلاح مميت التكنولوجيا. طبعا. بالذات السوشيال ميديا، يعني السوشيال ميديا، يعني انا مثلا متجوزه ممكن احكي تفاصيل حياتي الشخصيه على جروبات والحاجات دي. أكثر شيء غلط ممكن نحن نساويه إنه ننشر شيء متعلق بحياتنا الشخصية
باي موقع باي يعني اجمالا بالسوشيال ميديا كله. فهذا الشيء كثير غلط، لانه نحن حنأثر على حياتنا بالسلبيات اكثر من الايجابيات. طيب انا يعني بحثت في حاجه كده وطبعا هقولها له، بما انه سوري يا جماعه في هم سوري 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 بما ان هم عندهم دايما بيتكلموا مع بعض في الجروبات والحاجات دي، في جروب بدون ذكر اسماء يعني البنت لما تكون متعرفه على ولد جديد او مرتبطه بولد جديد هوب بتنزل صورته، وبتيجي بقى الكومنتات الولد ده منين وكلم مين وكان مرتبط بمين تماما. هذا الجروب موجود عندنا بسوريا، نحن الجروبات كلها هي جروبات موجوده، يعني هي شامله كل الصبايا الموجودين بسوريا. ما بتقدر تكون او اذا حابب تفوت على هذا الجروب رح تفوت انت من حساب صبيه تماما. ما فيش ولا شب ولا شب موجود بالجروب ابدا ولا شب. فهو هي فقره بيسموها هن فقره تفيش، نحن طبعا هي المعلومات جتنا من صبايا منكم وفيكم يعني. هي الفقره بيسموها فقره تفيش. تفيش ايوه، بانه ينزلوا صوره حبيبي مثلا مثلا هذا الشخص حبيبي، فانا بنزل صورته على الجروب او بطلب من الادمن تنزل صورته، فهون بنعرف كل شيء او بيعرفوا عنا كل شيء للاسف. فهذا يعني عم يدمرنا. انت صورتك نزلت في الجروب ده قبل كده؟ كتير كتير. للمعلومات يا جماعه، صوره عماد نزلت في الجروب ده قبل كده تقريبا، طلعوه مرتبط 18 مره. 18 مره للاسف. في ارتباطات انا ما بعرف فيها للاسف، ان شاء الله اعرف فيها. احنا عندنا بقى في مصر الموضوع مختلف تماما يا عماد. اللي هو احنا مش محتاجين حضرتك جروبات. ليه؟ احنا عندنا شله من البنات، عندنا شله من الولاد. يعني بنت مثلا ارتبط بالولد ده، او يا سلام بقى لو ولد ارتبط ببنت، في ظرف 10 دقايق بيكون جايب تاريخ حياتها بمكالمه يعني تليفون. هو يعني انك كده هن عظيم بالنهايه، ان كان جروبات ولا ان كان اي شيء، فحيجيبونا حيجيبونا للاسف. لا ثانيه واحده ثانيه واحده، يعني ايه نجيبكم؟ يعني انتم ما شاء الله، يعني انتم بتبتكروا بتكلمونا وبتلزقوا فينا والحاجات دي. لا نحن ما بنلزق فينا، نحن ما بنجبر حدا علينا. قاعد اللي بده يانا اهلا وسهلا، ما بده يانا براحته. لا الكلام ده مش موجود عندنا في مصر خالص. ما بنحب نكون ضايق حدا ابدا صراحه. طيب ايه رايك في ان مثلا لو اتنين متجوزين اتجوزوا بعض عن طريق السوشيال ميديا، الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي؟ هلا انا بعرف شاب وصبيه لهلا خطروا على بالي تعرفوا على طريق السوشيال ميديا عن طريق جروبات كمان موجوده بالشام، وتجوزوا هلا عندهم بنات كثير حلوين، بوجه لهم كثير تحيه. هدول اكثر شخصين نجحوا. يعني عايز تقول لي ان السوشيال ميديا قدرت انها بالبلدي كده توفق رصيد في الحلال؟ يعني الفكره مو بس فكره تكنولوجيا او فكره جروبات، لا هو يعني حظ، وبالنهايه بترجع للاخلاق والتربيه. يعني بالنهايه يعني نمبر 1 هي الاخلاق، يعني متى ما انت عرفتي الشاب انه هذا الشاب حيخطبك فحتكون الحياه حلوه. يعني هي بترجع لاستخدام الصحيح. ايوه بالضبط، او الكلام الكويس انت بقى بطريقتك انت حتعرفي بقى هذا الشاب حيخطبك ولا لا. احنا ما بنعرف. انا عايز اقول لك عندنا في مجتمعنا المصري في حالات كتير قوي من الكلام ده، بس بتكون غير صحيحه. غير صحيحه؟ كيف؟ العلاقه مش بتستمر. يعني احنا كمصريين في ناس اتجوزت واتخطبت فعلا من لعبه ببجي. من لعبه ببجي؟ انا سمعت عن هيك شيء والله. والله بجد يعني طبعا انت عارف لعبه ببجي مشهوره قد ايه. في ناس عندنا اتخطبت وتعرفت على بعض. لا ما لعبتها. ولا انا الحمد لله. انا من الناس اللي احيي نفسي حقيقي، انا وعماد احنا ما لعبناش اللعبه. انا بشوف هي اللعبه هي ادمان صارت فعلا. ده حقيقي. هي اصلا في العاب كتير، ما هي دي التكنولوجيا يا عماد. التكنولوجيا اللي انا بقول انها عملت الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه، ان هي تعمقت قوي في حياتنا. ما بقاش عندنا خصوصيه. ما بقاش عندنا ان حاجه جوانا نقدر نداريها على الناس. ما عاد في شيء اسمه انا حياتي شخصيه. حياتي بقت مباحه، مكشوفه للعامه. بالظبط، حياتي مكشوفه للعامه. تمام. مؤخر في الفترات الاخيره طبعا تحيه للشعب السوري جدا، انا بحب الشعب ده جدا، وعندي اصحابي ناس سوريين كتير، بنات واولاد وعماد طبعا. قد ايه الناس دي محترمه، قد ايه التعامل بتاعهم راقي.
بس انتم جيتوا احتلتونا يعني. يعني انتم بقى يعني خلاص الازمه عندكم بلشت تنحل، رجعوا بلدكم بقى واتركوا لنا مصر لان احنا نرجع بلدنا يعني نروح في مصر. طب بقول لك انا على حاجه يعني احنا ممكن نعمل ديل. اللي هو اقول لك انا شباب سوريا تجيلنا احنا هنا. انا اثبت لك كفاءه ان رجاله مصر لو سافرت هتحل الازمه دي تماما عندهم. انتوا كمان يعني شعب كتير كبير وبوجه لكم تحيه طبعا. احنا شفنا الحل فيكم، الحل كمان انتم احنا نطلع هالقد قدامكم. قدامنا احنا كبنات مصر يعني؟ لا ايه كبنات مصر كشعب شعب لا كبير. انت بتجامل، انت بتجامل وانا لا انا بتكلم يعني خلاص احنا ممكن نعمل ديل ونحاول نتكلم مع العلاقات الكبيره يعني. بس انتوا اكتر ناس نزلت عندنا دلوقتي الشباب. بسبب الاوضاع اللي صارت فنحن سبحان الله جمعتنا الصدفه هون معكم وطلعتوا ارقى شعب صراحه تعرفنا عليه. طب اقول له ايه؟ اقول له ايه بصراحه؟ بصراحه انتوا شعب جميل جدا وشعب يعني قدر ينجح في كل ويثبت نفسه في كل مكان هو دخله سواء في اي دوله عربيه او دوله اجنبيه. قدروا يا جماعه ينجحوا بشغلهم ايا كان الشغل ترتيبه ايه. معظم المطاعم اللي عندنا والاكلات ومحلات اللبس وكلام سوري. تماما صح سوري. الحاجه الاجمل كمان انهم يعني الحاجات اللي موجوده في المحلات محلات اللبس يعني ده كمان مش بتبقى سوريا، بيكون جايبينها من دول تانية زي تركيا وغيرها. فهم عندهم يعني دقه جامده جدا في الشغل وهم ناس نشيطه جدا حقيقه يعني. فانا من اشد المعجبين بيكم. تسلمي لي يعني. فعايزه اعرف من المواقف اللي انت نزلت فيها مصر اول مره يعني ايه واجهت ايه مثلا اول مره كده كنت مستغرب مثلا يعني ايه ده اللي استغربته؟ هي الفول والطعميه اللي عندكم هون انتوا بصراحه حاجه غريبه. ليه؟ نحن في عنا طريقه سبحان الله. كل شعب له كل شعب. بص يا عماد كل شعب ليه الوجبه الشعبيه بتاعته والاساسيه بتاعته اللي مشهور بيها على دول العالم كلها. تماما. نحن الفول عندنا فبيكون صاحي مش مثل ما بقولوا انتم مدعوس او فيه شيء يعني. ايه فنحن بنكون عندنا صاحي. بتعرف يوم الجمعه عندنا يوم مقدس نحن بسوريا. كل الاهل وكل العائله بتجتمع لياكلوا كلهم صحن هالفول وهالفلافل او الفته او طب انا عايز اقول لك على حاجه. احنا عندنا برضو هنا في مصر يوم الجمعه لازم نصحى الصبح كده والناس تروح الرجاله عندنا تروح تصلي نروح محضرين الطعميه ومحضرين الفول والبصل والحاجات دي وناكل الصبح يوم الجمعه برضو يعني. بس انا عايز اسال سؤال. احنا عندنا الاكله الشعبيه دي ودي تقريبا يعني ثلاث ارباع الشعب المصري لازم يصحى الصبح يفطر فول وطعميه اساسي. مو بس فول وطعميه، عندكم اكل اسمه الكشري كمان. لا لحظة واحدة بس لحظة بس عشان ما نغلطش في بعض. على فكرة ميرنا من أشد المعجبين الكشري، يعني إذا حدا حابب يتقدم لميرنا يجيب له طبق كشري وحنحل الأمور كلها إن شاء الله. بغض النظر أنا مش هتكلم في موضوع الكشري، يا جماعة أنا واحدة بحب الكشري، إيه المشكلة يعني؟ هو دايماً لما هناكل كشري، إيه المشكلة؟ أبداً دايماً دايماً كل ما نعدي من قدام محل كشري فبتلاقيها انشدت، انحازت فوراً. محل تاني. بحب الكشري يا جماعه. يعني احنا عندنا هنا في مصر برغم ان احنا عندنا اكلات شعبيه كتير جدا اللي احنا بنشتهي الشاورما السوري والمحلات السوري. هلا الشاورما السوري هي حكايه تانية بصراحه يعني احنا لا بقى يعني انا عايز اسال سؤال عايز اسال سؤال قبل ما تتكلم في الشاورما السوري. ليه عندكم في كلامكم تناكة؟ ليه بتتنك؟ لا احنا يعني شعب لازم نشوف حالنا كونه نجحنا كتير يعني. طب يا جماعه ده انا ارد عليه اقول له ايه؟ ما حترد شيء طبعا. ايه سر الشاورما السوري؟ الشاورما السوري الشاورما السوري بصراحه يعني احنا هيك انت قلتيها سر فهذا السر حيضل محفوظ حيضل مخبى بغض النظر احنا كشعب سوريا كمان احنا يعني زي السر الطعميه بتاعتنا يعني احنا عندنا صبايا يعني نقطه ضعفها هي الشاورما. يا مثلا اذا حاب مثلا اتعرف على صبيه مثلا اجتمعت فيها وقلت لها مثلا امشي روح ناكل ف اكيد انا لا اراديا عارف شو في جواته حيكون هو عباره عن سندويشة شاورما. طب يعني طب وانت مالك يعني زعلان قوي كده لما بقول لك عايز اكل كشري؟ والله ما بعرف شو بدي اقول لك بس يعني شاورما اطيب انا برايي. على فكره احنا اذا كان قلب الست عندكم الشاورما فاحنا عندنا قلب الراجل الكشري. كشري اه
على فكرة عندنا نسبة كبيرة جدا 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 في مصر. بتلاقي محلات الكشري عندنا، يعني احنا عندنا محلات بدون ذكر أسماء مشهورين جدا بالكشري، وتلاقي جنبهم محلات تانية أكل عالمية ومعروفة جدا، تلاقي الناس دايركت تروح من هذا للكشري. هي تقريبا دي حاجة في المصريين متهيألي. تقريبا هي عبارة عن وجبة، يعني هي الكشري إجمالا عبارة عن وجبة مليئة بالمعادن متكاملة، يعني ممكن يعني فيها ممكن تشبعك، هو طبق صغير ممكن تشبعك للمساء، يعني إذا أكلته الصبح أنت ممكن تشبع للمساء، ما تاكل أبدا، تيجي تاكل تتعشى في البيت وتنام. بس أنا عايز أقول لك على حاجة يا عماد، يعني أنتوا يعني أنا على حسب معرفتي بيك أو بالسوريين عموما أكلكم غريب جدا، حاجات خفيفة جدا. أنا لو اديتها مثلا لراجل أنا مثلا متجوزاه، صدقني أنا هروح الأكل ده على بيت والدتي على طول. لا هو شوفي، نحن اللقمة الزايدة نقول ما لها فايدة، فنحن بنساوي مثلا أكل على قدنا، على قد العيلة مثلا. ده مثلا غير معترف به بالشعب المصري خلاص. ممكن نحن نتعشى مثلا على سبيل المثال، نحن ممكن نتعشى الساعة 7، الساعة 8، فنحن يعني بننام، بحب ننام خفاف. يعني تخيلي إنه نحن مثلا الفطور عنا هو ممكن نحن نتعشاه كمان. الفطار تتعشوه؟ ممكن. نداء نداء لكل شباب سوريا. طبعا هي ما حكيت لك انا على فكره على الكباب والمحاشي، هي لحالها شيء ثاني. المفروض ده في الغداء. هي بالغداء او على عزيمه. يعني انتوا الوجبه الاساسيه عندكم اللي هي الدسمه الغداء. الغداء هي تكون الوجبه اللي لازم انا اكون اخذ كل البروتينات منها وكل المعادن. لكن بتفطر الصبح حاجات بسيطه جدا؟ طبعا اللي هو الاساسي عندنا الفطور قبل ما نطلع، قبل ما نروح شغلنا. طب ايه نوعيه الفطور؟ طب يا عماد يعني مثلا هلا هو بصراحه انا هون مصر ما لقيته موجود، يعني هو عباره عن زيتون، عباره عن زبادي اللي هي اللبنه عندنا نحن، بتكون عباره عن جبنه، عن كثير شغلات خفيفة ممكن هي من الألبان. يعني لا حضرتك دي أولا يعني دي مكانها عندنا حاجتين، ده تكون كده بنمسح بيها زورنا كده قبل الفطار عشان نخش على فطار حلو شوية ترويقة، يا إما كده دي بتكون زيادات جنب الفطار ممكن مقبلات يعني بالضبط كده. أيوة رشا. لا حضرتك احنا عندنا لو السفرة كده ما كانتش فول وبطاطس وبيض وجبنه وعيش وكذا، مو لهالدرجه يعني. ما حدش ينزل يعرف يفطر ولا يشتغل عندنا، مو لهالدرجه ابدا. يعني انتم ما شاء الله شعب كله جيم. احنا على فكره بتريق. لا 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 ما بتريق ابدا، انتم شعب عن جد بياكل ليشتغل. انا بحييكم. ما هو احنا عندنا مثل هنا برضو، الطريق لقلب الراجل معدته في مصر. نحن عندنا هذا الشيء بس يعني مو بكل سوريا. مش كل سوريا. مو كل سوريا لا ابدا. هذا الشيء ممكن يعني مثلا صار مثل موضه قديمه لرجال ايام زمان يعني. اما هلا بالنسبه للشغلات الجديده، الشباب الجديده اللي طالعه، ممكن تجيبي له ايفون اكس، ممكن تجيبي له مثلا سياره، تسافري طيب مثلا برا البلد عادي. ده الناس اللي عندكم طبعا. لا لا ده انتوا غلبه، ده انا اعزبك في اي مكان يبقى كده تمام قوي. طيب احنا عايزين نروح لفاصل وهنرجع لكم تاني. ورجعنا لكم بعد الفاصل أعزائي المشاهدين. طبعا هي أول حلقة لنا، الحلقة كانت كتير شيقة وهنحكي فيها عن كتير قصص كمان. لا ده احنا لسه ما خلصناش. بس قبل ما نخش في موضوع هناخد ندى. ألو ألو السلام عليكم. ازيك يا عمر؟ ازيك يا ندى عاملة ايه؟ تمام الحمد لله. عايز أقول لكم إن برنامجكم حلو قوي. شكرا ليكي. تسلمي لي يا رب. شكرا يا ندى. بصراحه عشان عايز اخد رايكم في موضوع، انا معتبركم زي اخواتي بصراحه. اتفضلي. بس الاول عندك كام سنه وايه رايك في المواضيع؟ انا عندي
مواضيعكم بصراحة جميلة، والشعب السوري ده شعب ناجح. عايز أقول لك إن إحنا عندنا هنا في الصعيد في جنة كمان في كتير منهم وعاملين مشاريع ناجحة بسم الله ما شاء الله. أنت منين؟ من الصعيد يا ندى؟ تسلمين يا رب. من جنة. من هنا. اتفضلي. أهلا وسهلا فيكي. عايز أخد رأيكم بس هو في موضوع شخصي. اتفضلي. اتفضلي يا ندى. هو أنا في مشاكل، أنا متجوزة ومعايا طفلين محمد وريتان. متجوزة في الصعيد ومتجوزة في بيت عيلة. ودايما في مشاكل مع أهل جوزي، وقبل كده ضربوني وأخته ضربتني. يا حرام. وجوزي دايما بيخليني أنزل تحت تاني عنديهم رغم كل المشاكل اللي حاصلة دي، بيقول لي ما ينفعش عشان أمي وأبويا ما ينفعش ما تكلمهمش وإحنا قاعدين في بيت واحد. وغصب عليا كذا مرة قبل كده إن أنا أنزل، بس آخر مرة دي أنا مصممة إني أنا ما أروحش عندهم تاني، بس هو برضه عايزني أنزل وأنا مش عارفة أعمل إيه. طب هي المشاكل من الأم ولا من الزوج؟ لا جوزي كويس بس مشاكله مع أمه وأخته. طيب هلا هو بالنهاية ما فينه يغضب أمه على شيء هي ما بدها، يعني هي أول شيء لازم تحطيه ببالك أنت. بس بالنهاية أنت كمان عندك كرامة لازم تحافظي عليها، فلازم تلاقي حل يرضيكي ويرضي أمه. يعني هي عبارة عن يعني كرمال عين تكرم مرج عيون. طيب انا مش هقدر اتكلم طبعا في الحاله دي. شكرا يا ندى. وعايز اقول لك على حاجه، ان اغلب المشاكل اللي احنا بنواجهها وبنشوفها هي اساسها بيت العيله عندنا في مصر. يا عماد انا مش عارفه الموضوع ده عندكم ولا لا، ان بيت العيله، بيت العيله ده بيبقى مكون من الزوج والزوجه، سواء اهل الزوج مامته او اخته وما اتجوزتش، بيبقى بيت عيله. هي الاكل والشرب بيبقى مع بعض، وطبعا ده بيؤدي عندنا لمشاكل كبيره جدا، سواء طلاق سواء زعل سواء مشادات. هي بتتكلم على حاجه زي كده، بس انا كنصيحتي ليك كشخصيه، يعني الصعيد كله بيوت عيله، وفي الحلو وفي الوحش. بس انت زي ما قال لك عماد، هو مش هيقدر يزعل والدته طالما هو كويس معاكي بيراعي ربنا فيكي. انت رضيه، انت رضيه خلاص، انت بتعملي كده عشان خاطر بيتك استمر وعشان خاطر جوزك، حتى كرمال الاطفال كمان، وكرمال حرام. عشان كرمال اطفالك زي ما بيقول عماد. واهم حاجه ان انت ما تعمليش حاجه تنزلي بيها عن كرامتك، طالما انت بتعملي الصح وكزوجه وبتراعي ربنا في جوزك وهو بيراعي ربنا فيكي انت تمام. حرام والله، زعلتني. طب دي حاجه تضايق يعني. اه والله، لانه هي يعني مثل ما بيقولوا، يعني بصراحه هي مشاكل العيله كثير كبيره، ان كانت الام او هي، بتكون عباره عن حساسيه او غيره يعني، او بتكون مثلا الام ما بدها اياها من الاول للبنت، فبتسبب هي المشاكل لبعدين يعني. فنحن لازم نلاقي حلول، لازم نرضي الناس، لازم نقعد نتفاهم على طاوله حوار مثلا قليله، نفهم بعض شو بدنا، شو السبب، نحط الاسباب، نحط الايجابيات، نحط السلبيات، نحط الحلول لو نقدر نحط حلول بس. طيب انتوا كان عندكم برضه في سوريا بتواجه نفس المشكله اللي احنا بنواجهها يعني في بيت العيله، ان الولد يعني احنا عندنا الام المصريه لما ابنها يتجوز بتحس ان في واحده تانية خدت ابنها، وبالنسبه لها بتبقى صعب جدا ونسبه ضئيله جدا ان هم يحبوا البنت دي. تماما، هي عباره عن الام لما تفقد ابنها فبتبلش تحن له، ولما تبلش تحن له فخلص انه هي لازم ترجعه، لازم تعمل اي شيء يعني تحط اللوم على حدا تاني غير حاله. طيب احنا معانا اتصال. الو، حاولي تكلمينا بقى تاني. فهي برضو نفس المشكله برضو يعني. طبعا هذا كل بيت مو بس بسوريا، يعني هي فتره ام. عايز تقول انها فتره ام يا عماد؟ ايه فتره ام، يعني بتكون لسه الحياه جديده لسه عليها، ومو متعوده مثلا تفقد ابنها، بس هي المشكله انه موجوده معها بنفس البيت. فهو في مشاكل بجوز تكون شخصيه اكثر غير انه كابن او كولد او اي شيء مثلا راح من بين ايديها، فلا هي حتكون مشاكل شخصيه ممكن اكثر. يعني انت كده احنا ما فيش اختلاف بيننا وبين بعض كثير يعني. لا 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 ابدا ابدا، في عندنا، في عندنا كمان هيك، نحن هيك شيء، وفي عيال كثير للاسف. طيب احنا معنا مدام سلوى. مدام سلوى. الو. الو، السلام عليكم. صباح الخير. السلام عليكم. ازيك يا مدام سلوى؟ ازيك حبيبتي يا شباب، الحمد لله صباح الخير. الحمد لله صباح النور. صباح الخير. ازيك ازاي مدام، عامل ايه؟ اهلا وسهلا فيك، نورتي. انا بشجع الشعب السوري كده لانه شعب لذيذ كده وجميل واكلاته حلوه
تسلمي لي يا رب، كلك ذوق. وطي التلفزيون معلش بعد اذنك. بس انا ما سمعت سؤال. وطي التلفزيون يا مدام سلوى، سمعنا من التليفون. ايوه تمام تفضلي. تفضلي سامعني كده حضرتك؟ اه تفضلي. تمام تفضلي. طب ربنا يخليك. فطبعا يعني بسم الله ما شاء الله يعني متفوقين في كل حاجه. خليني اياك واخلاقكم طبعا هذا الشيء بمساعدتكم يعني طبعا. شعب لذيذ كده وحبوب. خليني اياك يا رب كلك ذوق. اسكندريه طبعا. خليني اياك يا رب. نورتينا، احلى شعب اسكندريه والله. خليك ياك يا رب كلك ذوق طبعا، نحن بنكبر فيكم كمان. شكرا لك يا مدام سلوى. تقريبا الناس مش جايه تحب الشعب السوري، مش جايه تتكلم في موضوع الحلقه. والله هي ناس مزوقه بصراحه. ناس لا كتير. احنا عندنا فعلا المصريين فعلا فعلا اكثر شعب يعني بيحبوه هو الشعب السوري. وبعد كده احنا بالاساس يعني لنا ماضي جميل كثير، كنا مع بعض نحن شو يعني الوحدة المصرية صار لها زمان كثير. طبعا الوحدة المصرية احنا كنا مع بعض في الحرب تماما صح تماما. وفي عندنا ناس من عندنا وعندكم متجوزين كتير يعني، في بينا نسب تماما صح تماما، في بينا نسب يعني كمان. وده يا جماعة يعني عماد طبعا احنا كنا لسه قايلين في دراسة علمية ان هو لسه ما حققش أي حاجة لأن هو راجل متجوز تماما، فخلاص احنا نجوزه يعني بقى لا يعني نفكر بالفلوس. انا يعني قابلت بنات سوريه كتير. بنات سوريه عندهم يعني بحس ان فيهم انهم رقي في الطريقه ورقي في التعامل في لبسهم، بتسموها عندكم كده ناس مزوقين. مزوقين تماما. خواجات خواجات. هلا بصراحه قيمك عن كشعب او كثقافه، لا هو بصراحه كمان برجع لقصة التكنولوجيا، التكنولوجيا علمتنا كثير قصص كثير شغلات، يعني شفنا العالم الثاني نحن فينا نقول كمان، تعرفنا على كثير قصص، الموضة، الأزياء هلا صارت كثير كبيرة وكثير معروفة وموجودة يعني. ف يعني نحن كمان هي بترجع لشيء اسمه ذوق. الذوق هو انه مثلا كيف تلبسي، كيف تطلعي، كيف تتمكجي، الميك اب تبعك كيف يكون مثلا بالصباح بالمساء. ف هذا الشيء بيرجع لتكنولوجيا كمان. بس في حاجة أنا كده خدت بالي منها اللي هي طبعا عشان أعرف بنات سورية كتير، إن هم بيغيروا على شبابهم جدا جدا بيحبونا جدا كتير والله، ونحن بنحبهم كمان. أنا بحبهم جدا يعني. أنا يعني أصادف موقف واحد زميلي سوري حكاهولي، بيقول لي إن ابن عمي كان بيحب واحدة وبنت عمته بتقول له يعني ليه انت يعني هي بنت من دوله تانية، فانت ليه اشمعنى دي؟ فراح قال لها بحبها، فراح قالت له تضرب انت وياها. وعلى فكره البنت دي عندنا من مصر يا جماعه على فكره. تماما كمان هيك في يعني كتير. طيب على فكره احنا اللي هيجاوبنا على السؤال ده استاذ ايهاب. الو استاذ ايهاب. الو اهلا وسهلا استاذ ايهاب. صباح النور. اهلا وسهلا فيك يا باشا. والله انا في مصر وفي مشاكل كتير بين الزوج والزوجه، وكمان في مشاكل وخناق، والزوجه ما بتسمعش مثلا كلام الزوجه، وبعملها مثلا معامله حلوه على طول هاديه تمام، هي كمان دماغها برضه ناشفه وعايز تعمل في دماغها. قلت لها مثلا على حاجه حاضر كويس، قلت لها مثلا على حاجه لا تمام، اللي بقى في مشاكل وفي زعل. يا ريت بقى تديها نصيحه يا حسنين، دماغها بس هي كده معاك. طيب استاذ ايهاب يعني دي الحاجات اللي ما يعني اللي انت ما بتوافقهاش عليها بتبتدي تحصل الخناقات؟ طيب هلا حضرتك بتشتغل ايه؟ حضرتك بتشتغل تشتغل ايه؟ انا شغال في بنك. بنك يعني الاحوال الماديه منيحه؟ الاحوال الماديه كويسه؟ لا ما كويسه وحلو، حلو ما بعوضش اي حاجه الحمد لله. هلا احنا اهم شيء بحياتنا ما نوصل لشيء اسمه الطلاق. اه
هي اهم شيء لازم تحطها ببالك، لانه هي شيء كثير صعب بصراحه، كونه في اولاد كمان. الناس اللي احنا كنا بنتكلم دي نوعيه من الناس اللي احنا كنا بنتكلم عليها تماما. من الستات يا عماد اللي هم يعني لو ما عملتليش الحاجه دي هتشوف انك دولوش الثاني. هتشوف تماما صح. وده تمام. عندنا هذا في مصر يعني هذا شيء غلط تماما، لانه حيسبب توتر بالعيلة. يعني لو ما عملتليش الحاجة الحلوة اللي أنا عايزاها تماما هبقى وحشة معك، لو عملتلي الحاجة الحلوة هذا الشيء هذا الشيء كمان حيأثر على الأولاد، طبيعة الأولاد كمان رح تصير شو بتساوي مثلا الأم رح يساووا مثلهم. مثلا أنا بابايا مثلا ما جاب لي لعبة أو شيء معين فأنا حساوي مثل ما بتساوي أمي. فهذا الشيء كثير حيأثر على العيلة، حيخلق توتر كثير بالعيلة. طيب ده هل العادة دي برضه موجودة عندكم في الشعب السوري إن البنت لو ما عملناهاش الحاجة اللي عايزاها بتعمل؟ طبعا 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 موجودة بأي عيلة بأي بيت، وفي مشاكل كثير بتصير كمان غير هيك كمان وأكبر من هيك كمان. يعني بشوف مصيبة غيره بتهون عليه مصيبته كثير قصص يعني. احنا عندنا بقى المثل ده اللي بيشوف بلوة الناس بتهون عليه بلوته. تمام. بس نسأل ربنا انه يهدي بالكم يا رب، وان شاء الله بتهدأ اموركم. بس زي مثل ما قلنا كمان لازم تقعدوا وتحكوا مع بعض. ممكن مثلا مدامتك بحاجه لانك تاخذها مشوار، ممكن تاخذها لمكان مثلا في بحر، تزبط ان شاء الله الامور. الله يهدي بالكم يا رب. انا بقول ان دايما النقاش يعني من الحلول السريعه اللي ممكن نحل بيها اي حاجه. العند بيولد الكفر. تمام. وان انا اقول لك لا انا عايز اعمل كذا وما عملتش كذا هخرب الدنيا وكذا، طب ما هو ممكن يطلع راجل عصبي ما تتوقعش رد فعله. تماما. هذا هي العصبيه هي اللي حتروح حتفوت الدنيا ببعضها بصراحه. يعني ممكن نكون بشيء يصير بشيء. اوكي. معانا رجب من الاقصر. الو. صباح الورد عليكم. صباح رجب يا باشا. اهلا وسهلا فيك. وتحياتي للضيف وتحياتي للفريق، اعداد محترم، قناه محترمه، مشاهدين محترمين يا فندم. حبيبي يا ربنا يخليك. شكرا. ربنا يخليك. الله يبارك فيك. انا متزوج لي 30 سنه. 30 سنه العمر كله يا رب. زوجتي عمرها ما قالت لي خد، تقول لي هات 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 هات، يوم ما تقول لي خذ العنبوبه عاد بيها، خذ الشرطه عدنا فيها اللحم والحيان. تمام. خذ الواد سيلو. تمام. لاعب الاحفاد. نفسي في يوم من الايام تقول لي خذ حاجه حلوه بس. يعني انت 30 سنه متعذب. 30 سنه متعذب. مفيش اي حاجه حلوه قالتها ولا كلمه حلوه طيبه قالتها لك؟ غير هات 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 لما جابت لي ولا حتى نروح نخرج في مكان حتى؟ مفيش غير هات هات لما جابت لي الهات هات. الله يهدي بالكم يا رب. شكرا لك. شكرا يا استاذ رجب ليك جدا. عماد كانت حلقه جميله جدا. احنا الوقت استاذ رجب على فكره انا كثير ضحكني يعني بصراحه. الله يهدي بالك. انتم ما حد يفهم عليكم انتم والله. طيب انا عايزك تقول لي كلمه اخيره بالنسبه للمواضيع دي. كلمه اخيره لازم نقولها. نحن حكينا عن كثير مواضيع، نحن إن كانت الدراسات العلمية، ولا كانت الفرق بين الشاب والبنت، ولا إن كان عن موادنا اللي فتنا فيها نحن بالتكنولوجيا أو أي شيء تاني. فنحن أهم شيء الهداوي، هداوة البال. لازم نخلي عنا هداوة بال، نقدر نتحكم بأنفسنا وقت العصب عصبية، لحتى نخفف عن الكوارث اللي هتصير بعدين. هي أهم شيء. صحيح طبعا. النقاش مهم جدا يا جماعة. العند بيولد الكفر. بالنسبة للرجالة، في رجالة محترمة، في رجالة بتراعي ربنا، في رجالة عارفة معنى ايه ان انت ان هو يكون راجل. تماما. حتى كمان في بنات كمان بيستاهلوا كل خير، بيستاهلوا انه يكونوا هن ام لام اولادك كمان. يعني ده حقيقي. في كلمة انا بحب دايما اقولها، قالها الشاعر عمر آل عوضة، يا ويلكم انتم الرجال من انتم لولا المخلصات من النساء. كنت معنا النهارده في حلقه اي ام بالعربي، بنقول حلقتنا استنونا في حلقه جديده ان شاء الله. سوري بالمصري. سوري بالمصري. باي.